حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الأستاذ سلطان البازعي، الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الإدارية. نرحب فيك أستاذ سلطان. كيف تسهم الأوبرا السعودية في دعم الحراك الثقافي والمسرحي السعودي والعربي بشكل عام؟ مساك الله بالخير أولا، وشكرا على الاهتمام بالموضوع. يعني الأوبرا كان مشروع عملنا عليه لمدة أكثر من 3 سنوات تقريبا حتى الآن، حتى ظهر على خشبة المسرح. المشروع الحقيقة له عدة أهداف، أولها تطوير الحراك المسرحي مثل ما تفضلت، رفع سقف المعايير في الإنتاج المسرحي، تقديم فن الأوبرا للجمهور السعودي والعربي باللغة العربية، وأيضا منصة يمكن من خلالها نقل تفاصيل عن الثقافة العربية لم تروى بعد إلى الجمهور العالمي في أي مكان في العالم. كون الأوبرا فن مقبول ومشاهد في مناطق كثيرة من العالم. طيب أستاذ سلطان، لو تحدثنا عن ألحان زرقاء اليمامة، بودنا التعرف على ذلك. الألحان كتبها طبعا الموسيقار الأسترالي لي برادشو، وهو أيضا يعني بذل جهد في التعرف على الموسيقى العربية. نعم. وأدخل جزء من مكهلة الموسيقى العربية والمحلية في منطقة وسط الجزيرة العربية إلى الألحان، ولا شك يعني الموسيقى كلاسيكية. نعم. لكن أيضا فيها هذه النكهة التي تستمد من الموسيقى العربية جزء من قيمتها. نعم. أستاذ سلطان البازعي، الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية، شكرا جزيلا لك.